مع النجاح بيجي طبعا عديد من الانتقادات. طبعا انا من الناس اللي شاف المسلسل بيشد، كان في بعض التخوف انه من كتر ما جمهورك بيحبك هيقلدك، يعني انه انت بتخلي انه البلطجه حاجه حلوه وكول وكلنا لازم نبقى بلطجيه، هو ده كان التخوف؟ يعني طبعا انا عمري ما قلت ان الـ ان الـ اللي يمشي عكس القانون او اللي يمشي بطريقه غير مشروعه في الحياه ده حاجه كول وحاجه كويسه، يعني في حياتي ما قلت كده. حتى في أفلامي في البداية فيلم عبده موتة ده اتعدم في آخر الفيلم. مسلسل أسطورة ممكن يبقى فيه مفهوم خاطئ عن البلطجة. أنا من كتر ما حبيت الشخصية حبيت أكون بلطجية. هي البلطجة فكرة إن أنا أعترض على شخص طريقه بدون وجه حق. إن أنا مثلا أعمل شيء بالإكراه. أوكي. ولكن تيمة الانتقام إن مثلا حد ظلمني. حلو. ورجعت اخد بطاري دي تيمة من بدايه السينما ومن بدايه الدراما شوفي. موجوده من زمان جدا، حتى مش شرط فريد شوقي في السينما الامريكيه موجود. فدي تيمة من تيم اللي بتعجب الجمهور. جمهورك قادر يفرق بين انه ده عمل تلفزيوني وانه مش هيقلب، خاصة انه في جيل يعني شباب يمكن يتأثر في وعي كتير جدا. فكرة ان المسلسل حصل حوادث او جرائم شبيهة للاحداث المسلسل ده شيء طبعا غير منطقي، يعني قابيل لما قتل هابيل ما كانش شاف فيلم عبده موت عشان يقتله. بس يا بابا بتبلغ عنا انا عصام؟ مع يمكن بعض الانتقادات من الشارع كمان في نقد من بعض الزملاء، تعتبر ده منافسة؟ تعتبر ده عدم رغبة في نجاح محمد رمضان؟ لا، أقول له بص في ورقتك، يعني ركز في مشاريعك. يعني احنا كزملاء في مهنة ناقد فني، هو ينقد أعمالي، إنما زميل يسيب مشروعه ويبص على مشروعنا ويقعد ينتقد فيه ده شيء طبعا غير سليم. عمرنا ما شفنا طالب بيصحح ورق زميله. يعني انت قصدك هنا بيومي فؤاد للرد عليه؟ لا والله انا لا 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 انا فاكر بتتكلم على الناس الثانيه. مين تاني؟ طيب قول. قول. لا والله يعني بعض الزملاء وخلاص. صحيح انك انسحبت من سباق افلام العيد، البعض علل انه عشان ما تدخل في منافسات كمان مع احمد حلمي، وزي ما انت شفت كمان فيلمه يمكن حقق ايرادات تاريخيه في السينما المصريه. التاريخية دي انا ما اعرفش، بس انا هتكلم على فكرة ان فيلمي ما نزلش لان فيلمي يعني حصل انه تعطل في الرقابة فترة، وحتى الان لم انتهي من تصويره، فهينزل ازاي يعني باي منطق؟ الحمد لله جاي من اخر فيلم عامله ومحقق ايرادات كبيرة جدا، كان عامل وقتها اعلى ايراد يوم في تاريخ السينما المصرية، اخر مسلسل عامله ناجح جدا، فهخف يعني الراجل جاي من نجاح كويس، ازاي هخف يعني بقى؟ مسلسل الأسطورة امتى هيتحول لفيلم؟ لا عمري ما اعمل كده، يستحيل. شفت طبعا بنسبة 90% الناس بتتمنى ده، ولكن انا بشوف ده افلاس، يعني ان انا اعيد شخصية مثلت، لا انا هعمل احسن من رفاعي ثقة في الله بكثير كمان. احنا شفنا في تنوع صراحة في الشخصيات، من اكشن في السينما ابدعت في دور الكوميديا على المسرح، انت تشوف نفسك في اي دور؟ والله انا لا اطمع الا في لقب الممثل، يعني انا ضد التصنيف، يعني بحب الكوميديا جدا وبحب الاكشن وبحب التراجيديا وبحب الدراما وبحب السينما وبحب مهنتي كلها، فنفسي ما تصنفش، يعني ما يتقالش محمد نجم الاكشن محمد رمضان، ازعل قوي لو سمعت، او نجم الكوميديا محمد رمضان، احس ان يعني سر انه دمعتك قريبة، كل المشاهد في المسلسل على طول دمعتك قريبة. المشهد بيبقى محتاج كده، فطبعا كان شيء مرهق شوية، ولكن يعني كان في جرعة نكد كبيرة يعني. هل انت النجم الاعلى اجرا اليوم في مصر؟ ده يعني شركات الانتاج اللي تقول كده. في السينما وفي المسلسلات، يعني حاليا في المسلسلات معروف مين النجم الاعلى اجرا، تخطيته ولا لسه؟ في الدراما؟ بكثير.
بكتير. مش واحد اللي هو يعني كذا صفر يعني ولا ايه؟ ممكن وفي السينما؟ وفي السينما الحمد لله يعني موقع بأعلى أجر في مصر مع الأستاذ كامل أبو علي اللي هو كامل. وأنا بس بحاول أوضح حاجة للجمهور، كلمة أعلى أجر هو مش تفاخر بأرقام أو شيء، ولكن هو الأجر هو اللي بيحفظ القيمة، فمش بقول للتفاخر بيه، لأن بقول لأن الجمهور يتفاخر بنفسه. كان مفروض في فيلم يجمعك مع أحمد السقا، في فيلم هيجمعكم ولا انسحب احمد السقا كما سمعنا؟ انا سمعت ان طبعا يعني احمد السقا زميل عزيز واخ وصديق، وانا بحترمه وبحبه جدا، انسان وفنان يعني على مستوى عالي جدا، ولكن انا سمعت ان احمد السقا موجود في فيلم الكنز، وسمعت ايضا ان احمد السقا اعتذر عن فيلم الكنز، ولكن انا يعني حتى الان مش متاكد من هذه المعلومات. طب ليه ما اتصلتش على احمد السقا تساله؟ لان مش متاكد يعني، مش هحرجه اقول له مثلا هو ممكن يبقى عنده اسباب خاصه بيه هو يعني. بس انت ما عندكش مشكله انك تشتغل تماما مع احمد السقا؟ تماما. واي مشروع اتعرض عليا كان فيه نجم اخر او اكثر من نجم بوافق دايما، هم ممكن اللي يكونوا بيعتذروا. تعال ادخل جوه. النبي يا نصر. البطولات النسائية كمان مسلسلات حصل فيه بعض الملابسات، يمكن بعض الممثلات زعلوا منهم ياسمين صبري، انت وضح. والله هو سوء، ممكن يبقى سوء فهم من بعض الممثلات، لان المسلسل ده مسلسلي مكتوب على ايدي يعني، المؤلف كل حلقة بيكتبها بقراها زي في نفس الوقت اللي المخرج بيقراها فيه. انا بقول محمد سامي اتظلم في هذه الواقعة، شخصية شهد مكتوبة كده من يعني، شخصية شهد دي أصلا اقتراحي يعني، لم تعطى مشاهد زيادة على حساب زميلتها لأنها زوجة المخرج. يستحيل، يبقى أنا كده ما يعني ده مشروعي. يستحيل أسمح بده، يستحيل، كنت وقفت التصوير فورا. طارق عارف؟ عارف إيه؟ اللي ما بيننا. صحة إنه أنت طلبت ياسمين صبري لفيلمك القادم. فيلمي القادم لا للاسف ما فيهوش، اللي هو بعد جواب اعتقال لا ما فيهوش. صباح الخير عليك ويوم جميل ان شاء الله. موضوع السيارات طبعا اللي هي انت اتكلمت فيها كتير، اولا زعلت من مثلا كريم عبد العزيز او غيره اللي يمكن بنوع من السخريه انتقدوا انه انت تصور يعني العز والفخفخه اللي انت فيها يعني، وهل فعلا انت ما بتخافش من العين؟ لا ما بخافش من العين يعني، ما بخافش طبعا، لان انا مهنتي اوريدي قدام العين على طول يعني، انا مهنتي مش رجل اعمال محدش يعرفني، راجل ممثل وبحب اشارك جمهوري لحظاتي السعيده. انا اعتقد ان اللي تم استفزازهم هم مش من جمهوري تماما، انا واثق دول ناس لو متصور في مسجد هينتقدوا برضه، انا مؤمن بده جدا. انت جمهورك من طبقه معينه؟ لا طبعا، يستحيل، ما كنتش اعمل يعني، يستحيل تبقى هذه القاعده الجماهيريه في فئه واحده، يستحيل. اديك من فضلك هذا، اديك وتقول لي لماذا، اديك من فضلك هذا، اديك وتقول لي لماذا. انت ممكن تغني؟ لا، ممكن اغني ادي في فيلم يعني، فيلم بيتطلب اغنيه زي في فيلم قلب الاسد، في فيلم عبده موتى، بس بادي مش يا عيني يا ليل يعني، مش طرب يعني. غير الحجر ارفعك. الله، ده انت قليل الادب بقى يا ايه. ما بتزعلش لما بيقلدوك او بيقلدوا شخصياتك؟ لا لا خالص خالص، بالعكس ببقى حاسس بنجاح يعني، لما بشوف فيديوهات على اليوتيوب كتير بتسعدني وبتضحكني وبتفرحني بشكل كبير، لان دي من دلالات النجاح، زي التيشيرتات اللي شفتها السناكس. ليه يعني حبيت توضح للاستاذ عادل امام انه انت ما بتقارنش نفسك بيه؟ عشان دي حقيقه، لان ده كلام غير منطقي بالمره يعني، الكلام مفيش تكافؤ اصلا. ان كنت شيء فذلك بفضل الله، ثم هذا الجيل كله، استاذ عادل امام واستاذ احمد زكي واستاذ محمود عبد العزيز، انما لا، ده الراجل ده اللي حببني في السينما واللي حببني في المسرح من وانا طفل صغير يعني. بس اذا انت تخطيته في الاجر وتخطيته، بعض الناس مثلا بتشوف انه كجمهور اكيد هيعملوا مقارنه. هتبقى مقارنه ظالمه يعني، بل بالعكس
مقارنة ظالمة للأستاذ عادل طبعا. يعني ده شيء يظلمه بشكل كبير. لا أعتقد إن أنا جمهوري كله ده جزء من جمهور أستاذ عادل إمام مش العكس. يعني أنا لسه بصنع جمهور.